وكما تشوف الجميع راه مقابله الديربي ما كتكونش سهله، كتكون صعيبه وكتلعب على جزئيات صغار، والحمد لله عرفنا كيفاش نسيطروا والحمد لله امنا بالحظوظ ديالنا حتى لاخر الدقائق وجاب الله تيسير والقادم افضل ان شاء الله. غياب توحشناهم بزاف وكنقول لهم يصبروا علينا وان شاء الله غادي يكون الخير من القدام.